نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغل أشواق. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في ثالث محاضرات في طاولة المواجهة البشرية. نسأل سؤال كده سريعا قبل ما ندخل محاضرة النهاردة. سؤال ممكن يكون بعيد شوية عن المحاضرة بتاعتنا عشان نفك الأسئلة. تفتكروا لو حبينا نعمل تصميم لتليفون، تليفون للصم، الصم اللي هم مين؟ حد عارف؟ تعمل تصميم تليفون للصم، الصم اللي هو ايه؟ مين هيقول؟ اللي بيعرف يا أمينة، اللي ما بيسمعوش صحيح. طيب لو حبينا نعمل تصميم تليفون للصم هيبقى شكله ايه؟ تخيل معايا كده، نفذه ازاي؟ حلو قوي يا أمينة، ممكن نعمل تليفون عامل ازاي؟ الرنة تبقى إضاءة بدل الصوت. طب ده الرنة اللي هي تبقى إضاءة، طب بيت الكلام يعني هنحل ازاي بيت الكلمات؟ هو اللي قدامه هيكلمه، هو التليفون مش مجرد رنة، تاتش ومكالمات فيديو بالإشارة. هايل، حلو قوي محمد، لغة الإشارة في الكلام. طب يا هدير هيشوفوا لغة الإشارة ازاي يا هدير؟ وضحي لي. أحمد سليمان عايز يعمل فايبريشن بالهزاز، اهتزاز. طب يا احمد اهتزاز ده عشان يحس بالموبايل، لكن هيبقى الشات ماشي ازاي؟ زي ما اميره بتقول الكتابه هتكون بطريقه بسيطه، ما هو ممكن ما يبقاش بيعرف يكتب يا اميره اصلا. انت ليه استوعبتي ان اللي عنده صم يبقوا بيعرفوا يتعلموا يكتبوا؟ فمساله الكتابه والشات لا، مش منطقيه شويه. حد فاكر احنا خدنا ايه المره اللي فاتت؟ حد ممكن يقول لنا احنا خدنا ايه المره اللي فاتت؟ الاختيار والتعيين، هذه بتقول هاني بيقول الانترفيو، هذه بتقول الاستقطاب، قايل استقطاب وتعيين، معتز بيقول شكرا يا ميزة. طيب الاء هتقول لنا حاجة، استقطاب والاختيار والتعيين. طب والتلاتة دول مع بعض يا الاء بنسميهم ايه؟ في كلمة واحدة بس ممكن تبقى فيها التلات كلمات دول مع بعض، التوظيف. برافو عليك، هايل هايل، مذاكرين زي الفل. النهارده زي ما احنا متعودين هناخد اللي بتلاقوه باللون الاخضر يبقى هو اللي عليه الدور. اميره بتقول انواع الاستقطاب مميزات وعيوب، تمام يا اميره. النهارده ان شاء الله هناخد حاجه اسمها التحليل الوظيفي او الجوب اناليسيس. النهارده ان شاء الله مش هتكون في كم كبير، لكن هيبقى في ورشه عمل محترمه، هنعرف كلنا ازاي نعمل جوب اناليسيس لاي وظيفه. فركزوا معايا قوي مش هناخد مصادر كتير النهارده، لكن هناخد كلام مهم جدا 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 وهنشتغل عليه في ورشه العمل بتاعتنا النهارده ان شاء الله. هنبدا النهارده اللي احنا شايفينه قدامنا دوت عباره عن تايتلز، يعني مسميات وظيفيه لاداره الاتش ار. لو بدانا من فوق لتحت هتلاقي الواحد ممكن لما يخش الاداره هيبداها يا اما اتش ار سبيشاليست، يا اما اتش ار جنراليست، يا اما ريكروتر. ريكروتر يعني مسؤول التوظيف. اتش ار جنراليست يعني بالعربي ممكن نسميه اخصائي موارد بشريه. اتش ار سبيشاليست ممكن يكون برضه متخصص او اخصائي موارد بشريه. الريكروتر اللي هو مسؤول التوظيف الترقيه بتاعته اسمها سينيور ريكروتر، يعني مسؤول التوظيف بس بقاله 3 أو 4 سنين كده، فبقى سينيور بوزيشن، يعني بوزيشن اكبر شويه. لما يترقى بيبقى ريكروتنج مانجر، يعني مدير التوظيف. التسلسل في العمود الاولاني على اليمين اللي هو بيتكلم عن التوظيف. العمود الاولاني اللي على الشمال بيبدا ب اتش ار سبيشاليست، يعني اخصائي توظيف. بعد كده بيبقى Advanced Specialist، وده بيبقى Role Benefits، يعني ممكن يبقى متخصص في حاجة معينة، وليكن مثلا في التريننج يعني في التدريب. بيبقى HR Specialist يعني أخصائي موارد بشرية. بعد كده بيبقى أخصائي متقدم
اذا كنا هنترجم ترجمه حرفيه التايتل بيبقى بالانجلش بيبقى ادفانسد سبيشاليست وبيبقى متخصص في التدريب. بعد كده بيبقى كونسلتنت اللي هو بيسموه الاكسبيرت او السبجكت ماتر اكسبيرت، بيبقى خبير في موضوع معين بتسميه مستشار او خبير. اكسبيرت يعني خبير وكونسلتنت يعني مستشار. فاللي على الشمال العمود اللي على الشمال خالص دوت بيمثل لي التسلسل بتاع الموظف اللي هيشتغل في اداره التدريب. العمود اللي على اليمين خالص بيمثل لي الموظف اللي هيشتغل في اداره التوظيف. العمود اللي في النص بيبدا من الاتش ار جنراليست اللي هو اخصائي الموارد البشريه، بعد كده اتش ار مانجر، في بعض الشركات تحط سينيور جنراليست في التايتل بتوين الجنراليست والمانجر، يعني بين الاخصائي والمدير ممكن تحط مانجر، بعد كده سوري سينيور، بعد كده بعد الاتش ار مانجر في اتش ار دايركتور اللي هو يعني المدير بتاع المانجر بيسموه دايركتور، بيبقى مدير رئيسي، بعد كده في بي يعني فايس بريزيدنت اوف هيومن ريسورسز يعني اللي هو بنسميه نائب الرئيس لشؤون الموارد البشريه. نائب الرئيس، نائب رئيس مجلس الاداره مثلا او مدير المديرين او نائب رئيس النائب ونائب المدير العام لشؤون الموارد البشريه وهكذا. في تايتل واحد بس ما جبناش سيرته، وعليكم السلام ورحمه الله يا هيثم. في تايتل واحد ما جبناش سيرته هو الاتش ار اسيستنت. الاتش ار اسيستنت دي بتبقى السيستم بتاعت الاداره، بتساعد الاتش ار جنراليست، بتساعد الريكروتر، بتساعد الاتش ار سبيشاليست، بتبقى في الغالب هي فاسيليتيتور يعني تسهيل الاعمال الاداريه داخل الاداره، بنسميها اتش ار اسيست. عليكم السلام يا محمد رجب، اهلا وسهلا بك. طيب لو حبينا نشوف المسار الوظيفي او الكاريبر بتاع اي وظيفة تانية غير الاتش ار، هتلاقي مثلا لو اخترت مندوب المبيعات، مثلا مندوب المبيعات بنسميه بالانجليزي سيلز ريبريزنتيف، لما بيجي يبدا بنحطه الاول في التدريب يعني تحت التدريب، فبنخليه نسميه سيلز ريبريزنتيف ان تريننج، ده بنقعده يعني ايا كان المده اللي هتقعدها له هي فتره معينه تحت الاختبار في التدريب بتاعه. لما يجتاز الاختبار بتاعه بيبقى اسمه سيلز ريبريزنتيف يعني مندوب بيع. طيب السيلز ريبريزنتيف لما يقعد شويه ونيجي نرقيه هيبقى ليد ريبريزنتيف. الليد دوت بيبقى جايه من ليدر، جايه من ليدر شيب يعني قائد او قياده، فمعنى كده انه تحتيه فريق عمل. الليد طالما في ليد يبقى تحتيه ناس بيعمل لهم قياده، فبالتالي الليد ريبريزنتيف لازم يكون في تحتيه تايتلز سميات وظيفيه ثانيه. بعد الليد ريبريزنتيف لما نيجي نلاقيه نوديه يبقى اسمه سينيور سيلز ريبريزنتيف، يعني سينيور سيلز ريبريزنتيف يعني مندوب مبيعات خبره، سينيور بوزيشن يعني بوزيشن اعلى، وفي الاخر بيبقى اكزيكتيف سيلز ريبريزنتيف يعني مندوب مبيعات تنفيذي. طبعا المفروض ان بعد كده ممكن بعد الاكزيكتيف يبقى مانجر، وممكن نلغي الاكزيكتيف ونحط مانجر يبقى سيلز مانجر على طول، وبعد كده سيلز دايركتور لو القصه تحتمل عدد اكبر من كده. دي امثله للمسار الوظيفي والكارير باث اللي بيبقى موجود في الشركات. وبرضه هنكمل مع بعض في حته الاورجانيزيشن تشارت، الهيكل التنظيمي بتاع اي منظمه بيبقى عامل ازاي. هناخد مثال كده للاداره بتاعه الفاينانس. اداره الفاينانس اللي هي الاداره الماليه الموجوده في اي شركه ممكن تبقى عامله ازاي. فانا عشان اوصلك للاداره بتاعه الاداره الماليه انا الاول هجيبك من اول رئيس مجلس الاداره. فلو بصيت معايا من فوق خالص كده هتلاقي الشيف اكزكتيف اوفيسر، ده يعني رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه اللي هو سي اي او اللي هو باللون الزيتي تقريبا اذا انا شايف صح. بعد كده في اربعه تحتيه،
يبقى الريبورتد لاين بيبقى فيه دايركت ريبورتس للسي اي او، يعني الاربعه اللي بيبقى مديرهم هو رئيس مجلس الاداره، هم اربعه. واحد اسمه سي او او، ودوت اللي هو الشيف اوبريشن اوفيسر، وده اللي هو بيعتبر رئيس قطاع الاوبريشن التشغيل، او ممكن نعتبره المدير العام للتشغيل، وده بيتكتب كده. لو تحب اكتب لك الاسم لو هيكتب معاك، يبقى شيف اوبريشن اوفيسر ده هو سي او او. بعد كده في سي اف او اللي هو شيف فاينانشال اوفيسر، وده بيبقى اعلى حد في الاداره الماليه اللي هو سي اف او. بعد كده سي ام او اللي هو شيف ماركتنج اوفيسر، ده بيبقى المدير العام للتسويق بهذا الشكل. بعد كده في سي اي او اللي هو شيف انفورميشن اوفيسر، وده مدير العام المعلومات او الهيد اوف انفورميشن اللي هو اعلى حد في اداره المعلومات، ده بيديني معلومات سواء داخليه او خارجيه. طبعا انا بدات بالسي اي او ودخلت على الدايركت ريبورتس بتوعه عشان خاطر اوصلك للسي اف او. احنا الاوبجيكتيف الرئيسي ان انا اقول لك رئيس القطاع المالي اللي هو سي اف او بيبقى تحتيه مين. فركز معايا على السي اف او، هتلاقي تحتيه ثلاثه، الهيد اوف تريجري اللي هو بتاع الخزينه او الكاش والكريدت، في الكنترولر اللي هو المراقب المالي، وفي التاكس مانجر اللي هو مدير الضرايب. الكنترولر او المراقب المالي بتبص تلاقي تحتيه كذا حد بقى، يبقى تحتيه الاكونتنج مانجر اللي هو مدير الحسابات، الاف بي اند اي مانجر، وفي الاي ار مانجر، وفي الاي بي مانجر. دي كلها شويه حسابات جوه شويه يعني اكونتات او تقسيمات ادارات جوه الاداره الماليه. يعني لما نقول اي بي مانجر يوصل بيها الاكونتس بيبل مثلا، يعني الحسابات اللي هي مقبوله اللي هي قابله للدفع. بكون انا كشركه عليا فلوس لناس موردين مثلا جابوا لي بضاعه او قدموا لي خدمات، فانا المفروض ادفع لهم البضاعه، فبتجي لي فواتير. الفواتير اللي بتجي لي دي بيستعملها المحاسب بتاع الاكونتس بيبل او الاكونتس بيبل كليرك، وبيشتغلها وبيقبض عليه او بيمضي الموافقه بتاعته اللي هو الاي بي مانجر اللي هو الاكونت بيبل مانجر. نفس الفكره بالنسبه للاكونت ريسيفبل، بس الناحيه الثانيه اللي هو بيبقى الهدف منها بالنسبه للحسابات اللي هي المستحقه، يبقى كل ليا فلوس بره بقى، انا طلعت فواتير وعايز احصلها والناس اتاخرت ما دفعتش، اللي بيبقى مسؤول عن الكلام ده الاكونت ريسيفبل كليرك، واللي بيتابع التحصيل ده الاكونت ريسيفبل مانجر. طبعا التقسيم دوت كل مدير من المديرين دول ممكن يبقى تحتيه حد، الاكونتنج مانجر يبقى تحتيه بوك كيبر يعني محاسب بيسجل في الحسابات، الاف بي مانجر بيبقى تحتيه الفاينانشال اناليست يعني اللي هو المحلل المالي، يديله داتا ويديله معلومات. الاي بي الاي ار مانجر بيبقى تحتيه الاي ار كليرك اللي هو المحاسب بتاع الريسيفابل اللي هو المحاسب بتاع المستحقات الفلوس اللي للشركه. الاي بي مانجر اللي هو الاكونتس بيبل اللي هو بيبقى تحتيه اكونتس بيبل كليرك اللي هو المحاسب بتاع المدفوعات. وفي حاجه اسمها في الاخر في حاجه اسمها بيرول كليرك، يعني محاسب المرتبات والمزايا. ده بيبقى مسؤول هنا بيرول كليرك مش مسؤول عن ان هو يعمل مرتبات الموظفين، لا، مرتبات الموظفين المفروض بتبقى في اداره الموارد البشريه وليست في الاداره الماليه. لكن البيرول كليرك هنا هو ما يستحق للموظفين بخلاف الاجور والمرتبات العاديه. يعني لو في استرداد لفلوس، لو في موظف طبع حاجه وبيستردها، لو في ميديكال اكسبنس يعني مصروف طبي، لو في اي بدلات بخلاف البدلات الشهريه والاجور الشهريه
اللي بيقبضها الموظف من خلال البيرول العادي بتاعه بتدخل هنا وبيخلصها لي وبيعملها لي البيرول كريدت كارد. ده بالنسبه للاكونتنج اند فاينانس اورجانيزيشن شارت. قبل ما اخش في التحليل الوظيفي احب اشوف افتح الشات واخد اسئله من حضراتكم. طيب عندنا كام سؤال كده، التقسيم ده لازم يكون موجود في اي شركه؟ مفيش حاجه اسمها لازم يا محمد اسعى على الاطلاق، لكن احنا بنحاول نديك موديل من المودلز الموجوده في السوق. كل شركه بتختار التقسيم المناسب ليها والملائم مع عدد الموظفين واللي هيسهل العمل. فبالتالي مفيش حاجه اسمها لازم. بالنسبه لي الاء بتسال اف بي اند اي مانجر نقصد بيه الفاينانشال بلاننج اند اناليسيس. ده بيبقى بتاع التخطيط المالي والتحليل المالي. ده مسؤول عن التخطيط والتحليل المالي يا الاء. طيب المسميات اللي موجوده في الهيكل الخاص بالماليات حسب طبيعه كل منشاه وحجمها؟ الاجابه نعم. لسه اعتقد نفس السؤال كده بتاع محمد، هو لازم كل الناس يبقى عندها المسميات دي؟ لا خالص، على حسب انت عندك كم موظف وهل انت محتاجه تعملي التقسيمات دي كلها ولا لا. اي سؤال تاني يا جماعه؟ كمل محاضرتي مع التحليل الوظيفي اللي احنا عملناه ده كان مجرد مقدمه عشان تحس بالهيكل، وهبدا اقول لك بقى ايه كل بني ادم خد وظيفه الهيكل بتاعنا كنا بنعمل له جوب اناليسيس ازاي او تحليل وظيفي ازاي. طيب قبل ما ابدا ممكن حد يقول لي ايه الفرق بين التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي؟ سؤال رخم شويه. مين هيقول معانا ما هو الفرق بين التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي؟ وجاء انا مدد من عند هدير. هدير بتقول التحليل ان احدد المهام وواجبات الموظف، اما الوصف الوظيفي اوصف المهارات لازم توفرها في المتقدم للوظيفه. يعني الى حد ما استاذ محمد نادي بيقول الوصف الوظيفي ده بقدمه للموظف عشان يعرف المطلوب منه، اما التحليل الوظيفي تعمله المنظمه عشان تعرف تقسم الوظائف على حسب احتياجاتها، تشوف الناس المناسبه للوظيفه المختلفه. اما التوصيف الوظيفي مش هفتي قوي. شاكرين يا ابو حميد، شكرا جزيلا. بصوا يا جماعه باختصار شديد، التحديد الوظيفي عباره عن الشكل ده. بص معايا الشكل ده بيقول لك ايه اهو. التحليل الوظيفي عباره عن حاجتين، توصيف وظيفي زائد وصف وظيفي كده. حته ايه بدانا نفهمها، يعني معنى كده احنا عمنا الامبريلا اسمها تحليل وظيفي جوب اناليسيس، متقسمه لحتتين التوصيف الوظيفي والوصف الوظيفي، اللي هي التوصيف الوظيفي اللي هو الجوب سبيسيفيكيشنز، والوصف الوظيفي اللي هو الجوب ديسكريبشن. طيب برضه مش فاهم دي ايه ودي ايه، بس على الاقل انا فهمت ان انا مش محتاج اتكلم كتير عن التحليل الوظيفي، لانه معنى التحليل الوظيفي هو مجموع تفسير يعني ايه توصيف ويعني ايه وصف. فاذا انا اركز في ان افهم التوصيف وافهم الوصف، لو حد قال لي يعني ايه تحليل اقول له الاول ان هو عباره عن توصيف وعباره عن وصف وايه وده ايه وده ايه. حلو كده؟ طيب تعالى بقى خش معايا في النقطه اللي بعد كده. ادي يا جماعه باختصار الجوب اناليسيس بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها جوب سبيسيفيكيشن وفيها جوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن دوت قلنا ده الوصف الوظيفي، والسبيسيفيكيشن اللي هو ده توصيف. فانا هبدا معاكم بالجزء اللي على الشمال اللي هو جوب ديسكريبشن. بيبقى جواه ايه يا جماعه؟ جواه اللي هو ايه الجوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي، في الجوب تايتل. الجوب تايتل يعني مسمى الوظيفي.
وحد حابب ياخد نوت عشان خاطر الجزء ده مش فيهوش ترجمة. الجوب تايتل اللي هو الوصف اللي هو المسمى الوظيفي. الجوب لوكيشن ده الموقع او المكان اللي انت هتشتغل فيه. الجوب سامري يعني ملخص الوظيفه بتاعتك، هل هي وظيفه تنفيذيه، وظيفه اداريه، وظيفه مكتبيه. الريبورتنج تو يعني مين مديرك من الاخر، انت هتريبورت لمين، مين هيبقى المدير بتاعك. بعد كده في الوركينج كونديشنز يعني ظروف العمل، هتشتغل صباحي هتشتغل مسائي. طيب هتشتغل في الصحراء مثلا، فالقصه محتاجه يبقى معاك قطه وظروف خاصه، دي نقصد بيها بظروف العمل. لو مفيش اي حاجه غير ظروف العمل الطبيعيه اللي كنا معتادين عليها هنقول نورمال وخلاص. الجوب ديوتيز اللي هي المهام بتاعتك، المهام المطلوبه منك. طيب الماشينز تو بي يوزد يعني نقصد بالماشينز هنا، انت مثلا في شغلتك هتبقى محتاج لابتوب ولا ديسك توب، طب انت بتحتاج برينتر، طب انت محتاج ايه، ايه فكره الماشينز، ولا انت اصلا بتبقى شغال في مصنع فمحتاج تبقى واقف على سير مثلا للاله وهي بتعدي على السير، دي فكره الماشينز تو بي يوزد يعني انت ايه هي الالات اللي انت هتستخدمها. وهازارد ديت اللي هي المخاطر، هل في مخاطر ممكن تقابلك في الشغلانه ديت، طب بنوضحها لك هي المخاطر. وليكن مثلا لو انت شات سكيورتي مثلا، في مشكله، لو انت هتشتغل حارس امن، بنقول لك ان ممكن بالليل مثلا في يحصل هجوم. لو انت مثلا في منطقه نائيه، بيقول لك خلي بالك احنا بنسهر بالليل وانت مروح ممكن يبقى في تثبيت. خش معانا بقى على الجوب سبيسيفيكيشن، ودي اللي بنتكلم فيها عن التوصيف الوظيفي. هتلاقينا بنتكلم فيها على المؤهلات الكواليفيكيشنز، على الاكسبيرينس اللي هي الخبره، عن التريننج اللي هو التدريب، اخدت التدريب ولا ما خدتش، او الشبايه بتاعتك محتاجه تتدرب على ايه. الاكسبيرينس نقصد بيها انت محتاج اكسبيرينس، يعني احنا محتاجين نعين حد في الوظيفه دي بشرط ان هو يكون عنده خبره في مجال معين. نفس القصه بالنسبه للمؤهل، نفس القصه بالنسبه للمؤهل، هل هو احنا محتاجين حد يكون بكالوريوس تجاره مثلا في الوظيفه دي، ولا ممكن دبلوم، ولا لازم يكون معاه ماستر، ولا لازم يكون معاه كواليفيكيشن زماله مثلا مهنيه معينه. سكيلز يعني مهارات، وسكيلز نقصد بيها مهارات مثلا استخدام الحاسب الالي، مهاره ممكن مهارات التواصل مع الاخرين، كوميونيكيشن سكيلز، او ممكن نقول الوظيفه دي محتاجه حد يبقى عنده برزنتيشن سكيلز كويسه جدا، يعني مهارات عرض وتقديم وهكذا. الريسبونسابيلتيز يعني المسؤوليات اللي عليك. الريسبونسابيلتيز وبنحطها في الجوب سبيسيفيكيشن، والديوتس بنحطها في الجوب ديسكريبشن، لكن في بعض الاحيان بتلاقي في بعض الشركات بيضموهم مع بعض، يبقى المهام والمسؤوليات بند واحد في الجوب اناليسيس بتاعت الوظيفه. بعد كده في حاجه اسمها الايموشنال كاركترستكس، دي ليها علاقه بالشخصيات، وهل احنا محتاجين شخصيه معينه في الوظيفه دي. في بعض الشخصيات بتبقى انت محتاج بنات زي السكرتيرات مثلا، بيفضل في ناس كتير بتفضل ان البنات تبقى هي اللي موجوده في البوزيشن بتاع السكرتيره مثلا، على اساس بتبقى مبتسمه، بتبقى علاقات سكرتيريه، يعني في ناس بتفضل الموضوع دوت. وفي بعض الوظائف بتبقى محتاجه شباب رجاله، زي مثلا حارس امن، من الصعب ان انت تجيب حارس امن مثلا، بتجيب واحده تبقى هي الحارس الامن اللي موجود في المكان، وهكذا. في بعض الاحوال بنبقى محتاجين وظائف معينه، محتاجين نعمل عمليه نفهم الشخصيه ونشوف الشخصيه هل هي من النوع العاطفي ولا شخصيه من النوع النمطي، لان في وظائف لا يصلح فيها الشخص الرومانسي او العاطفي فيها، والعكس صحيح، في وظائف لا يصلح فيها الا الشخص الجاد المرتبط الملتزم، فدي بتغطي القصه دي، ومش كل الناس بتكفر الجزئيه دي في البحث بتاعها.
السنسوري ديماند دي في حاله ان انت ليك طلبات خاصه في الوظيفه او في الشخص المتقدم للوظيفه. في وظائف تقول لك انا عايز شباب بنات وبنين حسنه المظهر، يعني يكونوا بيهتموا بالصوت. في انت محتاج مثلا بوزيشن اللي يجي لك يشتغل فيه يكون عنده استعداد يسهر، فبتقول له من اول يوم انا ما بخلصش قبل 10 11 بالليل، فتبقى انت عارف ان انت كل يوم معايا كده. فدي لما بيكون في طلبات محدده ومخصوصه الشخص اللي هيجي لازم بتوضحها من البدايه وبتبقى كده. ده يا شباب الملخص العام يعني ايه جوب اناليسيس، وتقسمته من حيث تحليل الوظيفه، وتقسمته من حيث جوب ديسكريبشن وجوب سبيسيفيكيشن، وصف وظيفي وتوصيف وظيفي. طيب اللي احنا شايفينه دوت ده بطاقه الوصف الوظيفي. بطاقه الوصف الوظيفي زي ما قلنا بنحدد فيها معلومات معينه اللي هي ايه؟ مسمى الوظيفه، لكن في البطاقه هنا هو كاتب محاسب، موقع الوظيفه في المؤسسه او الوظيفه دي جوه الاداره الماليه، ملخص الوظيفه وليكن هنا مثلا تطوير وتنفيذ المعلومات الماليه للمؤسسه، او ممكن تقول ان هي وظيفه اداريه، او ممكن تقول ان هي وظيفه فنيه. وبعد كده تقوم داخل على الواجبات والمسؤوليات الاساسيه للوظيفه. زي ما احنا قلنا ساعات الواجبات والمسؤوليات بتبقى محطوطه مع بعض في ايتم واحد. وبعد كده بنتكلم على ظروف العمل. دي احنا شفناها دي اسمها بطاقه الوصف الوظيفي. ودايما تقسيمات الوصف الوظيفي بنحاول انها ما تخرجش عن السته دول اللي هم ايه؟ الوركينج كونديشنز، خد معايا من الشمال ظروف العمل، الجوب ايدنتيفيكيشن يعني انت بتحدد الوظيفه بالظبط، عفوا هي مكتوبه غلط الطبيبه، هي اصلها تحديد الوظيفه يعني تحدد انت هتعمل ايه بالظبط. الجوب سامري يعني ملخص العمل، هتعمل 1 2 3 4 او ملخص الاجراءات اللي هتتم بيها. الريسبونسابيلتيز اند ديوتيز اللي هي قلنا عليها المسؤوليات والواجبات. واخيرا او قبل الاخيره السلطه والصلاحيه اللي هي الاثوريتي بتاعت الشخص او بتاعت الوظيفه اللي انت هتاخدها. واخيرا الستاندردز اوف بيرفورمانس، دي معايير الاداء. يعني ايه معايير الاداء؟ يعني من الاخر كده اي حد هيجي يبقى مستلم اي وظيفه لازم يبقى عارف ان الشركه متوقعه منه يعمل ايه في الوظيفه دي، وايه معيار الاداء. والاداء بتاعه عشان يبقى ناجح يبقى لازم يعمل 1 2 3 4، او الاداء بتاعه عشان يبقى ناجح ان هو لازم يحقق سيلز معين، او الاداء بتاعته عشان يبقى ناجح لازم مثلا كل الادوات تبقى بتشكر فيه، وهكذا. نشوف ايه هي المعايير اللي تؤدي الى نجاح الوظيفه من وجهه نظرنا كشركه، ونكتبها ونديها للموظف ده مكتوبه عشان يبقى سهل عليه التقييم في النهايه. زي ما عملنا بطاقه الوصف الوظيفي، دي بطاقه التوصيف الوظيفي اللي هي الجوب سبيسيفيكيشن. وهنا بيبقى في المعلومات دي بنحددها بالظبط، مؤهلات الموظف، الخبرات السابقه، المهارات المطلوبه، التدريب اللي هيبقى موجود عشان خاطر الموظف يبدا يمارس دوره في الوظيفه. هنا بيبقى مطلوب مننا الجوب سبيسيفيكيشنز، مؤهلات، خبرات، مهارات، تدريب، بنحددها بالتفصيل. ورشه العمل بتاعتي هبداها مع حضراتكم بدري النهارده عشان انا عارف ان هي هتاخد وقت شويه. بس قبل ما ابدا فيها احب اسمع منكم اي اسئله في الجزء اللي فات، وبعد كده هبدا اشرح لك باختصار ورشه العمل هتبقى عامله ازاي، وهديك مثال عملي انا هنفذه معاكم عشان تعرف تشتغل زي محمد نادي بيقول يعني انا ممكن اعتبر ان الوصف الوظيفي هو المتطلبات اللي بتظهر في اعلان الوظيفه في القران مثلا، اما الوصف هو اللي بيعرف الشخص اللي هيشغل الوظيفه بعد كده. بص يا محمد، انت بتقول الوصف التوصيف الوظيفي هو اللي هيظهر في الاعلان، ولا مش شايف الاعلان مش عارف اقول لك. لكن خلينا نتفق ان انا مش عايزك تعتبر حاجه، وعايزك تبقى ايه؟ تبقى شايف البطاقه اللي قدامك دي، لو اتكلمت عن مؤهلات وخبرات ومهارات وتدريب تبقى توصيف، ماشي كده؟ لو اتكلمت عن التقسيمات اللي قدامك دي
سواء سلطة وصلاحية، مسؤوليات وواجبات، ملخص للعمل، تحديد الوظيفة، ظروف عمل، معايير الأداء، بقيت بتتكلم على الوصف. مش عايز أقول لك إن في الغالب أنا لما باجي بعمل إعلان أحط جوب أناليسيس، مش أحط جوب أناليسيس على هاي ليفل، يعني ممكن أعمل ميكس بين الاتنين. فأوعى تفسر واحد فيهم على إنه لازم يكون لا إما توصيف لا إما وصف، لا بالعكس، ممكن يبقى ميكس. تمام كده؟ طبعا أسهل حاجة عشان تيجي تقول لي ده يعتبر إيه، إن أنت تشوف لي توريني دوت. يعني بدل ما تقول لي يعني الحاجات اللي انا بشوفها في الاعلانات، انا ما اعرفش انت بتشوف انهي اعلانات وفي انهي جورنال والاعلان اسمه ايه ومين اللي عامله، انا مش عارف ارد. فالاسهل ان احنا نقول ان احنا فاهمين الوصف عباره عن ايه، ان احنا فاهمين التوصيف عباره عن ايه، ان احنا لما نشوف اي حاجه في الدنيا مطبق عليها المعايير نقدر نسميها بالمسمى الحقيقي. الله ينور عليك. علاء شتا، يا علاء انا عايزك تكبر الخط. علاء بيقول ممكن نقول ان التوصيف بيساعدنا على اختيار الموظف المناسب لشغل الوظيفه دي الشركه محتاجاها، بينما الوصف ده بيعرف الموظف مسؤولياته وواجباته في الشركه. يعني اذا حبيت تعرفها بالطريقه دي فهقول لك الى حد ما تعتبر كلام منطقي، لكن ده بيخليني اسالك سؤال واسال المجموعه كلها سؤال بناء على الكلام اللي انت بتقوله دوت. حضرتك لما يكون حد طلبك عشان خاطر شغل يقول لك تعالى عشان تعمل انترفيو، طبيعي انت تطلب منه حاجه عن خصوص الوظيفه، هتطلب منه الوصف ولا التوصيف؟ عشان بيزد على كلامك دوت حسستني ان انت هتطلب منه الوصف الوظيفي بس، مش كده؟ التوصيف الوظيفي. انا بسال سؤال يا جماعه، السؤال بيقول ايه؟ هديم بتقول هطلب الاثنين، شكرا يا هديم، مين تاني هيقول؟ انا بسال بتكون بتقدم على وظيفه، بتطلب منه الوصف الوظيفي ولا التوصيف الوظيفي؟ ليفل الاول التوصيف، اذا كان مناسب يبقى هطلب الوصف. نو بتقول الاثنين، علاء بيقول التوصيف، سليمان بيقول الوصف، علاء بيقول انا اللي بديله الوصف. انت مين يا عم علاء؟ انت راجل رايح تعمل انترفيو، هتدي مين الوصف؟ انت جاي تعمل عندي انترفيو تيجي تقعد على الكرسي وترد لما انا اسالك، انت هتديه الوصف ازاي دوت؟ الاء بتقول الاثنين، حلو قوي. خلينا نلخص الموضوع ده يا جماعه، ان احنا لا بس انا حطيت فرضيه على شتا، يعني احنا حطينا فرضيه وبنجاوب على اساسها. علاء احنا حطينا فرضيه يا استاذ علاء وقلنا ان انت رايح تعمل انترفيو، جالك عرض وحد كلمك وقال لك تعالى قابل الشركه عشان خاطر في وظيفه ليك، هتطلب منهم ايه؟ وصف وظيفه ولا توصيف وظيفه؟ ده كان بدايه السؤال. طيب اذا احنا بنتكلم ان المنطق، ما هو يا هديل طبعا هديل بتقول انا الاول هشوف التوصيف لو فيا يبقى هطلب منه الوصف. تاني هديل انت برضه بتتكلمي بمنطق ان انت شفتي اعلان في جورنال وبتقدمي، مش ده المثال اللي معانا. احنا بنقول ايه يا جماعه؟ ساعات في حاجه اسمها جوب هانتر، يعني ساعات حد بيلقطك كده بما انك انت بقالك 4 5 سنين شغال او اكتر، فيبدا يكلمك في التليفون يقول لك احنا محتاجين حد في بوزيشن معين عندنا، وانت طبعا ما تعرفش البوزيشن ده لا الجوب سبيسيفيكيشنز بتاعته ايه ولا الجوب ديسكريبشن بتاعته ايه، مش عارف لا وصف ولا توصيف. فبنسال في اللقطه دي هنطلب ايه؟ فالاجابه المنطقيه ما تقعدش توجع دماغك بقى وصف، قول له انا عايز جوب اناليسيس، قول له اديني جوب اناليسيس كامله وصف وتوصيف عشان تاخد كل حاجه، وبعد كده تقيم. بالظبط يا هديل، هو الجوب اناليسيس اللي هو التحليل. اذا احنا هنطلب التحليل كامل ونقول له ونفهمه ونحسسه ان احنا فاهمين. طيب هيتوقع معايا في حد من الزملاء طلب اخر شريحتين نعيد شرحهم تاني، وكده يقصد بيهم الشريحه دي اللي هي تحسيبات الوصف الوظيفي. هو مين اللي كان طلب الموضوع ده بس عشان اتاكد ان هو موجود؟ تمام، هاني محمود. طيب بص يا جماعه، احنا دلوقتي بنقول ببساطه تقسيمه الوصف الوظيفي بيبقى فيها الست حاجات دول، ممكن ينقصوا حاجه ينقصوا اتنين بس الحاجات دي من اللي بتبقى موجوده في الوصف الوظيفي. زي ما قلت لكم ان الديوتز ممكن تبقى موجوده في الوصف الوظيفي ممكن تروح لوحدها هناك في التوصيف. الديوتز دي اللي هي ايه؟ اللي هي الواجبات. طيب فبنقول ان الوصف الوظيفي بيبقى فيه معايير الاداء بتاعت حضرتك، يعني انت هتقيم ازاي؟ بيبقى فيها سلطاتك وصلاحياتك،
يعني انت من حقك تعمل ايه ومن حقك ما تعملش ايه، وفي نفس الوقت حدود صلاحياتك لغايه فين، مين الناس اللي انت تحكم حدودهم وتصرفهم، مين الناس اللي انت تحدد البونص بتاعتهم، مين الناس اللي انت تقيمهم سلطاتك. الصلاحيات بقى زي مثلا واحد من حقه يبيع اصول شركه، واحد من حقه يصرف شيكات يمضي شيكات، واحد من حقه يعمل ابروفلز على اكسبنسات على مصاريف وهكذا. بالنسبه للمسؤوليات والواجبات دي بتبقى واحد اتنين تلاته اربعه بتتكتب، بتبقى حضرتك ده دورك الرئيسي في الشركه، ده الدور اللي انت بتقول بيه، بحيث ان اي حاجه في المسؤوليات دي راحت منك او فلتت منك تبقى انت المسؤول عنها جوه الشركه. الجوب سامري زي ما اتفقنا ممكن يبقى جمله بيتلخص العمل اللي انت هتقوم بيه، ممكن يبقى كلمتين، اني اقول مثلا الجوب سامري ان دوت انا بقوم بعمل اداري، او بقوم زي السكرتيره مثلا تقوم بعمل اداري، او زي المحاسب اقول بعمل فني وهكذا. الجوب ايدنتيفيكيشن ده تحديد الوظيفه تحديد تام، وابقى عارف بالظبط وضعها ايه بالظبط ومكانها فين على الهيكل بتاعي. واخيرا الوركينج كونديشنز اللي هو ظروف العمل، ظروف العمل لو في اي ظروف خارجيه غير طبيعيه، كان مثلا ظروف العمل تتطلب من حضرتك انك تسافر 10 او 20% من وقتك خارج مصر مثلا، لو انت مقيم في مصر. ده اسمه ظروف العمل. لو انا في البدايه بقول لك ده في وقت من وقتك هتسافر بره عشان لينا شركه مثلا في حته تانيه، او بلاش بره انت في القاهره وهقول لك انت محتاج تسافر الصعيد على الاقل كل شهر اسبوع. فدي اسمها ظروف عمل لازم تبقى انت فاهمها كويس قوي، وبنكتب كده ان الوظيفه تحتاج الى سفر اسبوع في الشهر مثلا، او تحتاج الى شخص عنده استعداد للسفر وهكذا. طيب لما نيجي نتكلم على التوصيف، قلنا التوصيف يعني في معلومات معينه محتاجينها زي المؤهلات بتاعه الموظف. مؤهل حضرتك يعني انت ايه البكالوريوس اللي معاك، او انت ايه الدبلوم اللي معاك، او انت ايه الماجستير اللي معاك، مؤهل يعني الدرجه العلميه اللي معاك. وبعد كده الخبرات، يعني انت اشتغلت قبل كده ولا لا، واذا اشتغلت كام سنه، عدد السنين دي هي عدد سنوات خبرتك في نفس البوزيشن. طيب اذا انت اتخرجت سنه 2000 وجيت تقدم على وظيفه محاسب، لكن انت من سنه 2000 لسنه 2016 اشتغلت في وظيفه اداريه في استقبال مثلا في فندق، السؤال هل انت عندك خبره ام لا؟ ده سؤال الجميع. سؤال تاني، الخبره عشان نفهم بس نحدد ان احنا فاهمين خبره. انت اتخرجت سنه 2000 وساعه ما اتخرجت لغايه 2016 انت بتشتغل ريسبشنست، يعني في الريسبشن بتاع اوتيل، ورحت تقدم على وظيفه محاسب وانت خريج كليه تجاره قسم المحاسبه. لما تروح تقدم لهم قلت لهم انت ذو خبره ام لا؟ وهو عايزك في محاسب يعني الكلام مش هيخرج. طيب انا يمكن ما عرفتش اسيب السؤال. وظيفه محاسب حضرتك رايح تقدم فيها وانت خريج تجاره قسم محاسبه ولم تعمل في المجال، فالطبيعي ان المؤهل يبقى ملائم، لكن الخبرات السابقه هل بتطبق فيها ولا لا؟ لا. في حد عنده اعتراض؟ حلو قوي، اتفق. المهارات بقى ممكن تبقى مهارات حاسب آلي. استاذ محمد خبره نظري جبتها منين؟ من الكليه اللي هي بقى 16 سنه سايبها، واحنا بنقول سنه 2000 والنهارده 2016، يبقى عندك خبره نظري جبتها منين؟ مفيش، عمليا مفيش. اللي حضرتك بتقوله ده بيحصلش يعني. طيب المهارات المطلوبة لأداء الوظيفة، يعني إذا كنا بنقول مثلا إن إحنا محتاجين مهارة في الحاسب الآلي، أو إذا كنا محتاجين مهارات عرض وتقديم، أو مهارات لغة جسد، أي مهارات أنت شايفها مطلوبة في الوظيفة بتكتب. التدريب اللي بيلزم للموظف للبدء بالوظيفة ده بيبقى دايما بيبقى بنحدده عشان خاطر في وظائف بتبقى محتاجة تدريب في الأول، في وظائف ما بتحتاجش. الناس بتوع المبيعات لو بتعرفه على ده على منتج هيروح يسوقه محتاج تقعد كده على الاقل اسبوع 10 ايام تعرفه المنتج ده بيتعمل ازاي، خصائصه ايه، بيجيبه مستورد ولا بتصنعه محلي، طب محتواه ايه، منتجاته ايه.
ايه هي المادة الخام اللي داخلة في إنتاجه وهكذا. ده باختصار يا أستاذ هاني التو سلايدز، وأتمنى لو حضرتك مش فاهم حاجة تاني تقولي بقى. تعالى نخش على ورشة العمل نسأل حضراتكم كده سؤال. إحنا الورشة بتاعتنا هتقول إيه؟ كل حد فينا هيختار مسمى وظيفي هيعمل لنا جوب أناليسيز للوظيفة دي، يعني تحليل وظيفي لهذه الوظيفة. كل حد فينا حضراتكم هيختار مسمى وظيفي وهيبدأ وفقا للي احنا شرحناه يعمل لنا جوب أناليسيز يعني تحليل وظيفي. والتحليل الوظيفي يعني إما هيكون هتبدأ بالوصف الوظيفي وبعد كده التوصيف، أو العكس أنا ما فاهمش معايا تبدأ بإيه، المهم إن أنت تعمل لي ميكس تديني تحليل وظيفي كامل. وعشان نقوم بالموضوع دوت أنا حبيت أحط قدام حضراتكم نموذج عشان تقدر تنفذ زيه بالظبط عشان ما تتخضش وأنت شغال. النموذج بتاعنا هيبقى عبارة عن الوظيفة بتاعت المحاسب، الوصف الوظيفي بتاعها، مسمى الوظيفة هيبقى محاسب، المكان هيكون القاهرة، تعريف الوظيفة هي وظيفة تنفيذية، الرئيس المباشر هيبقى المدير المالي، يبقى المحاسب المدير بتاعه هو المدير المالي، ظروف العمل والمخاطر هيبقى العمل صباحي، ظروف طبيعية، مفيش مخاطر معينة، محاسب مفيش أي مشاكل، مفيش عليه طول يعني. الاتصالات هيبقى اتصالات بموظفي قسم الحسابات والعملاء. المرؤوسين يعني المرؤوسين يعني يقصدوا بيه الناس اللي تحتيه، يعني هو هيبقى مدير مين؟ لو في كاتب حسابات هيبقى هو مدير، كاتب الحسابات دايما بيبقى أقل شوية من المحاسب عشان هو بيبقى خريج دبلوم مش خريج بكالوريوس فبيتعين في ليفل أقل. الآلات اللي هو ممكن يستخدمها بيبقى لابتوب أو كمبيوتر ديسكتوب. طيب بالنسبة للاختصاصات والمسؤوليات يبقى أحدث بلا حرج، إثبات قيود، عمليات حسابية، تجميع دفتر يومية، مطابقة تعدية، إعداد كشوف حسابات، مطابقة تحصيل مستحقات، إعداد الرواتب، أي أعمال أخرى في مجال التخصص. حضرتك وأنت بتعمل الجزئية دي هتكتب بقى إيه بالارتجال، ويا سلام لو كل واحد فيكم يعمل توصيف وظيفي للشغل اللي هو بيعمله وبينفذه فعلا. هتبقى تجربة كويسة نقدر نبص عليها نشوف هل هو فعلا بينفذ توصيف وظيفي صحيح ولا في خلل في الجوب ديسكريبشن او في الجوب اناليسيس الموجودة عنده في الشركة. ده اسمه الاختصاص والمسؤوليات. لما اخش على التوصيف الوظيفي تكتب لي المؤهلات. في حالة المحاسب طبعا انا عملت مؤهل بكالوريوس تجارة وقلت يا سلام لو عندي دراسات عليا في المحاسب. الخبره انا عايزه يعني مش كبيره قوي، انا عايزه من 2 لـ5 سنين خبره، والتدريب يكون في مجال استخدام برنامج محاسبه على اختار بي اس بي رساب محاسبي. المهارات والله انا قلت للراجل ده محتاجين ان هو يتواصل مع ادارات ثانيه، فانا محتاج مهارات الاتصال الفعال الكوميونيكيشن سكيلز، واخترت مهارات البرزنتيشن سكيلز اللي هي العرض والتقديم، وقلت لازم يكون عنده قدرة على العمل تحت ضغط، وقلت إن هو يحسن استخدام الحاسب الآلي، مهارات بتاعتها قوية، بيعرف يعمل تحليل وحل المشكلات، بيعرف يشرح المعلومات المالية المعقدة بطريقة سهلة ووضوحة. بالنسبة للمسؤوليات إحنا ذكرناها هناك في الجزء بتاع الناحية التانية وهنتكلم عليه. ونوع الشخصية أنا عايزه شخصية معتدل وهادي ويا ريت ما يكونش حصل. اشتراطات خاصة، هل في اشتراطات خاصة؟ يكون عنده استعداد للعمل وقت متأخر. ده ببساطة تفضيل للوظيفة بتاعة المحاسب. وهنتظر من حضراتكم دلوقتي احنا ان شاء الله هننفذ دلوقتي احنا لسه الساعة كام؟ الساعة 9. يبقى هنتظر من حضراتكم ان انتوا تبدأوا دلوقتي. يا جماعة لما يكون في أي حد الصوت بيقطع عنده يكتب الرقم 3 عشان أنا أنتبه وأعمل كنترول للصوت
وطمن ان كل سمه. بعد كده ابدا اشرحها. طيب انتوا عايزين نموذج الوصف الوظيفي؟ حاضر، ده نموذج الوصف الوظيفي. طيب السؤال بيقول ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ كل حد من حضراتكم هيكتب على ملف وورد تحليل وظيفي لوظيفه هو يختارها، وانا بفضل كل واحد يعمل تحليل وظيفي لنفسه. الوظيفه اللي هو شايفها بالترتيب اللي احنا قلنا عليه. هاي معاكم يا جماعه كام؟ معاكم 15 دقيقه. حلو كده، ربع ساعه نحاول نكتب الوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي. بس هنكتبه ازاي بقى عشان تبقى الامور واضحه؟ هنكتبه على وورد، كل واحد فيكم يكتبه كمبيوتر ويبعته لي على الفيس. هاي هنبدا. انا جالي من حضراتكم اربعه تحليل اناليسيز، تحليل وظيفه، فهبدا اعرض الاربعه. شكرا للمتفزتين اشتغلوا معايا وبعتوا لي قبل الوقت. معانا هدير واحمد سليمان وابيبا وهيثم. فهنعمل الاربعه ونبدا نشكر مع بعض ازاي هم عملوا الجوب اناليسيز بتاعتهم. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا بهدير. هدير هي اللي قدامنا بتتكلم عن وصف وظيفي لاخصائي موارد بشريه. محتاج تعليقاتكم معايا، ولا هي وقعت حاجة ولا اشتغلت زي ما احنا عايزين بالظبط؟ هي بدأت بالوظيفة وقالت إن هي أخصائي موارد بشرية، المكان بتاعها كان القاهرة، والرئيس المباشر مدير إدارة الموارد البشرية، و بتبيع نفسك ولا إيه يا هدير؟ تصوري لما احنا نبيعك يعني. طيب تصوري هدير، هدير بتقول انا نسيت المخاطر. لا، وانت نسيتي كمان حاجة تانية غير المخاطر. هقولها تاني بعد اشوف الزملاء رأيهم ايه. انا هقول بسرعة الناس اللي بعتت الاناليسيس بتاعتها. محمد نادي ومحمد بيك حاجة مش عارف اقرب الاسم، محمد يوسف، هيثم شتات، أميرة، أحمد مصطفى، وهدير مجدي. هدير نكمل. هدير بقى، هدير وهنتفق يا جماعة محدش يعلق دلوقتي، خلي كل واحد فيكم قاعد كده يكتب في ورقة وقلم أو يكتب على الـ على الـ على الشات الملاحظات بتاعته. وأول ما نقول يلا يا جماعة مين عنده ملاحظات نكتبها مرة واحدة عشان الملاحظات ما تضيعش. بس هدير تتكلم إن المرؤوسين كانوا موظفين، بس مش عارف مين هم الموظفين، ما حددتش. لازم تحددي مين مين المرؤوسين يا هدير. يعني تكتبي وظيفه ايه هو المرؤوس؟ يعني هو اذا هو اخصائي موارد بشريه، هل مثلا اتش ار اسيستنت كانت بتبقى تحتيه؟ حددي هي ايه. طيب الالات لابتوب او كمبيوتر؟ لا يعني لابتوب او كمبيوتر ماشي اوكي. انت المفروض انت عارفه هو ايه بقى؟ الاختصاصات والمسؤوليات، عمل المرتبات وتحديد معدل المكافئات والحوادث، تحديد الاحتياجات المستقبليه من الموظفين، اتباع استراتيجيات الاختيار والتعيين والاستقطاب. ماشي حلو. توصيف وظيفي يبقى انت كده. قبل ما نخش على التوصيف يا جماعه، يلا مين يقول لنا هدير نسيت ايه؟ نسيت ايه في الوصف؟ يلا يا اميره. هدير التعريف بالوظيفه، برافو يا اميره. وهي اعترفت على نفسها في حته بتاعت المخاطر. ماشي يا امير قايل التعريف بالوظيفه. هاني صحيح، بس هو اتقال قبل كده. احمد سليمان، صباحي المسائي، صباحي المسائي اللي هو ايه يا احمد؟ ايه صباحي المسائي؟ محمد اسعد للاتصالات، احمد سليمان ظروف العمل. ماشي هدي، كتبت الحاجات اللي ناقصاكي يا هدير. طيب نخش على التوصيف الوظيفي. نبدا مع بعض نراجع. هي كتبت المؤهلات، كتبت الخبره، مؤهل دبلومه في اداره الموارد البشريه تمام، خبره من 2 لـ5 سنوات تمام، التدريب يحتاج لتدريب على نظام العمل لمده شهر، المهارات حاسب الي، برامج اوفيس، تواصل جيد، نوع الشخصيه
قدرة على حل المشاكل، اشتراطات خاصة، خايف مظروف العمل المتغير. برافو يا هدير، الله ينور عليكي. هايلة، الله ينور عليكي. حد عنده ملاحظات على هدير يا جماعة بالنسبة للتوصيف؟ انت قال هي غطت كل النقاط. حد عايز يقول لنا حاجة؟ ممتاز، خلاص هاجي. حلو، ده كلام جميل، برافو يا هدير. أحمد سليمان، لا لا يا سواء، مفيش، لو فيها شيء مميز مفيش داعي تكتبيها، يفضل نكتبها. احنا بس بنحط لك الستاندرد تمبلت، يعني الحاجه اللي هي الاساسيه، عشان لما تبقى موجوده عندك مش محتاره تحطيها فين ونعرفك مكانها، لكن هي لو ما فيهاش ما تحطهاش. بس احنا النهارده الاغراض الورك شوب بتاعتنا والاغراض التدريب اللي احنا بنعمله عايزك تحطيها عشان خاطر تعرفي ان انت فاهمه بس. طيب عندنا احمد سليمان، هل موجود يا زول؟ احمد سليمان موجود؟ اهلا وسهلا بيك استاذ احمد سليمان، سوداني من مصر، اهلا وسهلا بيك يا زول. الوصف الوظيفي، شكرا لله يا سواء. الوصف الوظيفي احمد سليمان دخل على المسمى، المكان، التعريف، الوظيفه، الرئيس المباشر، هايل، رئيس قسم، تعريف الوظيفه، تدريب، اداره، مكان السعوديه، ظروف العمل والمخاطر، عمل مكتبي، هايل، الاتصالات، موظف القسم، المهندسين، فنيين القسم، هايل، الالات بقى، جهاز بروجيكتور، حاسب محمول، جهاز اتصال مرئي عن بعد، اختصاصات والمسؤوليات، يشارك في كافه الاعمال والانشطه المتعلقه من اعداد والتصميم والتدريس والتقييم والترتيب، برامج التدريب للموظفين، حصر تحليل، تحديد احتياجات التدريب، تخطيط تصميم البرامج، وضع الجدول الزمني للخطة العامة السنوية للتدريب، أداء حقائب تدريبية، هايل، يشارك في التقييم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. في عند حد عند حضراتكم عايز يقول حاجة بالنسبة للوصف الوظيفي للأستاذ أحمد؟ حد عنده ملاحظات يا جماعة؟ شايف إن في حاجة اتنست؟ هايل، يبقى الراجل ده زي الفل وما بقولش حاجة. المؤهلات، ماجستير حاسب آلي، خبرة سنتين، المهارات، العرض والتقديم، الاتصال، حل المشكلات، المسؤوليات، إعداد وتنسيق، دورات، نوع الشخصية فعالة ومنفتحة، اشتراطات خاصة. في حاجة واحدة بس نسيها، مين هيقولها؟ برافو عليك يا هدير، برافو عليك يا باشمهندس تامر، برافو عليك، انتوا الاتنين جبتوها صح فعلا. الحاجة الوحيدة اللي لازم عندك يا أستاذ أحمد، إيه هو التدريب اللي محتاجه؟ هل محتاج تدريب عند وظيفة؟ يا ريت تبقى تشكر لنا هذا التدريب. ده كده كان العرض بتاعك مش مهندس احمد. هنخش على الاستاذ هيثم شتات. هيثم موجود؟ هنبدا بالوصف الوظيفي اللي ذكره لنا الاستاذ هيثم. مسمى الوظيفه مهندس تسعير وتصميم لوحات، مكان السعوديه، تعريف الوظيفه، وظيفه تنفيذيه، الرئيس المباشر هو المدير الهندسي، شؤون العمل والمخاطر داخل المكتب بنظام دوام 8 ساعات. لا فكرتني في حكايه الدوام دي يا باشمهندس. الاتصالات، مهندس مبيعات ورسامين والعملاء، المرؤوسين هيبقى الرسامين الهندسيين، هايل. الالات المطلوبه هو اللابتوب، الاختصاصات والمسؤوليات، استقبال طلبات التسعير، تسعير الطلبات، حضور الاجتماعات، عمل تصميمات، عمل تقدمات فنيه، وقاعد عمل تشيك ليست. الله ينور عليك. في حد شايف حاجه ناقصه يا جماعه من عند الباشمهندس هيثم؟ حلو. تعالى نخش مع بعض على التوصيف الوظيفي. مؤهلات، بكالوريوس هندسه، خبره من 3 سنين لخمس سنين. التدريب هو استخدام برامج الـ ERP. 2 قراءة المخططات باستخدام برامج المخططات، دي حاجة أمان يا باشمهندس، المخططات دي حاجة أمانة، ما فيهاش سياسة ولا حاجة. طيب قراءة المخططات باستخدام برنامج سي إلكتريكال. طيب المهارات مهارة استخدام حاسب، مهارة التواصل، مهارة العمل. طب أنت وقعت مننا في حاجات؟ نوع الشخصية واشتراطات خاصة. هدير انت ما تسيب الناس تقول حاجة يا هدير، انت مقطعها الناس كده. طيب ربنا يستر، انت لو مسكتي الحنفية بتاعت المية بتاعت مصر هتبقيتينا من غير مشرم يا هدير.
طيب الله ينور عليك يا باشمهندس هيثم، شكرا جزيلا ليك. نحاول نجيب لكم بقى ايه الزملاء اللي بعتت بتاعت الوقت. معانا دلوقتي محمد محمود لو معانا. محمد محمود اكتب 5 يا جماعه. شكرا يا محمد. هنبدا مع بعض وصف وظيفي. المسمى الوظيفي مدرب لغه انجليزيه. أنا أول مرة أسمع المسمى ده يا محمد، هو ده فعلا في حد كده؟ مدرب لغة إنجليزية؟ مش مدرس يعني. طيب ماشي يا محمد. المكان الرياض. التعريف للوظيفة، وظيفة إدارية، الرئيس المباشر للمدير التنفيذي لمعهد التدريب. ظروف العمل والمخاطر، صباحي ومسائي فترتين. مفيش مخاطر. الاتصالات، متدربين، طلاب المعهد، موظف الإدارة، المرؤوسين، مشرف تربوي. الآلات بتبقى بروجيكتور ولابتوب وديسك توب. الاختصاص والمسؤوليات، تحضير ومراجعة، تنسيق وتعاون، تحضير وإعداد، متابعة حضور، توجيه وإرشاد، مشاركة في تحديد الاحتياجات، أعمال إدارية، مسؤول عن المتدربين. انت كده دخلت على التوصيف مش كده؟ يعني هبدا من اول المتطلبات الوظيفيه. المؤهلات، بكالوريوس تربوي في مجال اللغه الانجليزيه، الخبره 5 سنين على الاقل. متطلبات اخرى، قياس دورات تدريبيه اللي هي التدريب اللي اعتمدها المعهد في مجال اعداده. انت وقفت على كده محمود؟ محمود هل لديك أقوال أخرى؟ حلو أوي. مين هيقول لي الأربع حاجات اللي محمود سابهم؟ هتيجي قولي حاجة واحدة بس، هتيجي لو هتقولي. تامر قال المهارات، المسؤولية، نوع الشخصية. هتيجي قالت التدريب، وأميرة قالت التدريب، نوع الشخصية والشرطات الخاصة. يا آلاء برافو عليك. هايل هايل. طيب محمود بس ايه راعي الحاجات دي، محمود راعي الحاجات دي، ويبقى خدها في الاعتبار معاك. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. محمد نادي، دي صفحتك يا محمد. خلينا طالما الحاجه اللي موجوده دي بتاعه محمد نادي، خلينا نبدا بيها. ونقول محمد بدا بمسمى الوظيفه من دون مبيعات في مكان الجيزه. تعريف الوظيفه، وظيفه تنفيذيه، والرئيس المباشر مدير مبيعات. ظروف العمل هتبقى صباحي باستثناء واستثنائية خارج المنظمة. مخاطر الطبيعية، حوادث والسرقات. اتصالات، المرؤوسين السائق ان وجد. الآلات هتبقى تابلت خاص بالعمل، عليه ملفات العملاء وأي جهاز يحتاجه. اختصاصات والمسؤوليات، استلام بضائع، اتصال بعملاء، تنفيذ جدول، متابعة مضبوطات، توريد بضائع، تقديم تقارير. هايل. طيب هل انت كنت بعت ورقه ثانيه يا محمد نادي بخصوص التوصيف؟ انت هنا مش جايب سيره التوصيف، ولا انت عامل وصف بس؟ محمد بيك، محمد بيك الورقه الملونه دي بتاعتك. مسمى الوظيفه، مصمم دعايه واعلان، المكان القاهره. مسمى الوظيفه، مصمم دعايه، المكان القاهره. التعريف الوظيفه، تصميم قروض شخصيه، بانر، لوحات. رئيس مباشر، مدير المصممين. ظروف العمل، صباحي طبيعيه ولا يوجد مخاطر. الاتصال بمدير المصممين وزملائك في القسم. لا يوجد مرؤوسين، والآلات هو لابتوب. الاختصاص والمسؤولية، تصميم إعلانات مكتوبة من الشركة. خش على التوصيف. قبل ما أخش على التوصيف، حد عنده ملاحظات؟ الراجل ماشي زي ما الكتاب بيقول. حد عنده ملاحظات يا شباب؟ تمام ماشي. المؤهلات، بكالوريوس فنون تطبيقية، الخبرة من سنة لسنتين، التدريب في مجال استخدام برنامج بريدج وفوتوشوب. المهارات، قدرة على العمل تحت ضغط، السرعة في التصميم، قدرة على الإبداع. المسؤوليات، تم ذكرها بالتفصيل مع المهام. نوع الشخصية، لا أفضلية. طيب اشتراطات خاصة، يقبل العمل بوقت إضافي
الله بهذا. اي ملاحظات هنا يا شباب؟ الله ينور يا محمد. الاء، الاء موجوده معانا تكتب لنا 5. الاء اهلا وسهلا يا الاء، اتفضلي. عندنا هنا يا الاء معانا الوصف الوظيفي، الوظيفه مدير مبيعات، المكان القاهره، الرئيس المباشر هو المدير التنفيذي. خليكي معايا يا هدير عشان نشوف الاء هتقع في ايه. ظروف العمل صباحي وطبيعي ولا يوجد مخاطر. الاتصالات طاقم المبيعات، والالات هتبقى لابتوب. ماشي. بص على الاختصاصات، اشراف على عقود رجال بيع، تنسيق انشطه البيع. يا بنتي اصبري اصبري يا الاء، الله يهديك. حد يسيح لنفسه كده ويخش يقول انا وقعت في كام نقطه؟ استهدي بالله ربنا يسهل. الرقابه والتقييم على انشطه البيع، المشاركه في اختيار وتوظيف رجال البيع، تحديد احتياجات رجال البيع، تحفيز رجال البيع، رفع التقارير. طيب قبل ما نخش على التوظيف، يلا مين يقول لي الاء وقعت ايه؟ تعريف الوظيفه 1، مرؤوسين 2. شكرا يا تامر، شكرا يا هدير. جميلة قالت المرؤوسين برضه قلناها، ايه تاني؟ ايه تاني ما اتقالش؟ اللي انت يا الاء. طيب ما انت بتقول 4 ليه؟ المؤهلات، بكالوريوس تجاره، دوره اعمال، ماجستير زي الفل، الخبره لا تقل عن 5 سنين زي الفل، ترغيب، اكسلت ماشي، مهارات، معرفه بالانجليزي، استخدام حاسب الي، مهارات تواصل، تحمل ضغط زي الفل. فين بقى يا بنتي؟ 1، 2، 3. المسؤوليات، انواع الشخصيه، مش ضغوطات. الله عليك يا اميره وصدقني. طيب هايل، ليكي يوم يا استاذه اميره، يعني هيجي لك وقت برضه الناس هتطلع لك حاجات زي الفل. شكرا يا الاء، الله ينور عليك، الله ينور عليك. الاء بتقول المسؤوليات فوق. المسؤوليات دخلتها فوق هي مع الوصف، مفيش مشاكل، هما حاجتين بس. شكرا يا الاء. استاذ علاء، هل انت هنا يا استاذ علاء؟ الوصف الوظيفي علاء بيقول ايه؟ بيقول المسمى اقتصادي موارد بشريه، المكان في الرياض، الدوام صباحي من 8:30 ل 5:30، الرئيس المباشر مدير موارد البشريه، الاتصالات جميع موظفي الشركه، المرؤوسين مساعدي الموارد البشريه، الادوات لابتوب وديسكتوب. ماشي. ملخص الوظيفه، يبقى يمين شويه، بيعمل تحت مسؤوليه مدير موارد بشريه بدوام كامل، وهو حلقه الوصل بين الاداره والموظفين. اختصاصات ومسؤوليات، مسؤول عن برنامج شؤون الموظفين، فتح ملفات، اعداد تقارير، استقطاب، اعداد عرض العمل، مسؤول عن برنامج التامين، اضافه الموظفين للتامينات. خش عليا، حد عنده ملاحظات؟ في ملاحظات يا جماعه؟ المخاطر، شكرا يا هدير، والتعريف للوظيفه. موافق يا استاذ علاء؟ طيب التوصيف الوظيفي. التوصيف الوظيفي هنتكلم عن المؤهل اللي هو بكالوريوس اداره اعمال، الخبره من 3 ل 5 سنين. المخاطر واضح انها وظيفه اداريه بدون مخاطر، ماشي هخشيها. والخبره من 3 ل 5 سنين، التدريب، تدريب على برامج اداره الموارد البشريه. تدريب تاني؟ انت قصدك على المهارات بقى. تدريب، برامج إدارة بشرية، حاسب آلي، مهارات تواصل، تيم ورك، حاسب آلي واللغة الإنجليزية، الشخصية متحملة وصبورة، الشرطات الخاصة، استعداد للتنقل من مدن المملكة إذا لزم الأمر. بس دي شحطاطة يا أستاذ علاء، الموضوع مش سهل إنك تمشي من مدينة لمدينة شحطاطة بالعيال، الموضوع مش سهل خالص. ده مين اللي هيوافق على كده؟ طيب مين يا جماعه هيقول لنا ملاحظات على التوصيف الوظيفي؟ مسؤوليات، مسؤوليات ساعة الايفنت، ماشي اوكي. شكرا جزيلا يا استاذ علاء. ومعانا اميره، انت حضرتك بس لو انت موجوده اكتبي 5 بس الاول. الله ينور عليك، الله ينور عليك. تحليل الوظيفه، مسمى الوظيفه اخصائي موارد بشريه، المكان الاسكندريه، التعريف بالوظيفه وظيفه تنفيذيه. هو تقريبا كل الناس اللي ما بتشتغلش كتبت اخصائي موارد بشريه. الرئيس المباشر مدير موارد بشريه.
ظروف العمل والمخاطر صباحي ولا يوجد مخاطر. الاتصالات بجميع الموظفين داخل المنشأة. المرؤوسين لا يوجد الآلات جهاز كمبيوتر والطبعة. اختصاصات بقى حدث بلا حرج. متابعة الحضور والانصراف للعاملين، بشوف المرتبات والإضافي. وانت بتشتغل الحاجات دي يا استاذ اميره ولا ده للاستهلاك المحلي ولا ده عشان الورشه اللي هتوضعها؟ طيب شكرا. ترتيب الملفات وتنظيمها، يعني هتحس كده ايه ان واحده وهي بتكتب مغلوله وهي بتكتب، يعني طلعان عينها وبتشتغل كل دوت كلام يعني طالع من القلب. يعني مسؤول عن متابعه مسؤوليات التعيين، مسؤول عن الاستقالات، عمل التقارير الشهريه، عمل الجزئيات، وفي الاخر باخد كام يا حرام؟ طيب المسام، حد عنده ملاحظات بعد المعاناه اللي فيها اميره ديت؟ الله ينور عليك. برافو يا اميره. طيب نخش على المؤهلات، بكالوريوس في اداره الاعمال، الخبرات من 1 لـ3 سنين، التدريب، دبلوم اخصائي موارد بشريه، مهارات الاتصال، العمل تحت ضغط، الوقت، المبادره، مسؤوليات تم ذكرها من قبل، نوع الشخصيه هادئه متزنه غير مزاجيه. هو أميرة أنا متهيألي إن كل اللي بيشتغلوا في الإتش آر بيبقوا مزاجيين ولا في إشاعات. اشتراطات أخرى، الذهاب إلى الجهات الحكومية. طيب حد عنده ملاحظة ويقول لي أميرة وقعت حاجة ولا لأ؟ تمام. الله ينور عليك يا أستاذة. شاكرين قوي على الورشة الجميلة اللي أنتوا ساعدتونا بيها النهاردة. ويبدو إن إحنا بينا وبين بعض في حاجة واحدة بس فاضلة. وهي سلايد واحد هنخلصه وناخد اسئله ونروح، اللي هي ايه؟ استخدامات التحليل الوظيفي. وانا النهارده السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا ليه بنعمل تحليل وظيفي؟ قال لك التحليل الوظيفي بنعمله سواء وصف او توصيف عشان خاطر نكفر او نغطي الاحتياجات التدريبيه اللي احنا محتاجينها، اللي هي بنسميها التريننج ريكويرمنتس، أو إن إحنا نعمل تحديد للأجور والمرتبات اللي هي وتلائم كل وظيفة نسميها الجوب ايفالويشن للويجز أند سالاريز، وبنعمل تقييم للأداء على أساسه اللي هو البرفورمانس أبريزل، وبناخد قرارات تعيين واختيار. بمعنى تاني، خد بالك الشمال، أنا عشان أعمل تعيين واختيار لحد ببقى عارف الجوب اناليسيس كويس قوي بقسميها، وعلى اساسه بقدر اختار صح او غلط. وبالتالي لو ظهر لي حد وصفه، السؤال التقليدي هو يجوز ان انا اخد واحد ولا تندرج عليه الشروط؟ النتيجه هي لا. طيب نفس الفكره، مساله تقييم الاداء، انا بستفيد من التحليل الوظيفي باني اجي في اخر السنه اشوف البني ادم اللي هو تعين دوت عمل الدور المطلوب منه ولا لا؟ عمل المسؤوليه يعني التزم بالمسؤوليات وديوتيز المهام اللي كانت مطلوبه منه ولا لا؟ اشتغلها صح ولا ما اشتغلهاش صح؟ دي عمليه تقييم الاداء. فانا لو ما فيش حاجه مكتوبه بقارن بيها اخر السنه، مش هقدر احدد الراجل ده كان شغال صح ولا لا، وفي الاخر مش هقدر احدد اديله مكافاه ولا لا. فكره الاجور والمرتبات والزياده السنويه دايما بتبقى مرتبطه بحجم عمل وحجم انجاز، وهل هو حقق المطلوب منه ولا لا؟ فبالتالي الاجور والمرتبات بتقع عليها عيب ان انا احددها بناء على المهام. فالاصل ان حضرتك لازم تدي للموظف ما يساوي مجهوده ان ما كانش اكتر. واخر حاجه اللي هي الاحتياجات التدريبيه، لما الاقي حضرتك عامل جوب سبيسيفيكيشن وبتوضح لي فيها الجزئيه بتاعت التوصيف الوظيفي واحتياج لتدريب معين، وعلى طول انا هبدا اشتغل على الموظف اللي هيجي لي واغطي الاحتياج التدريبي بتاعه بناء على التوصيف الوظيفي الموجود. اي سؤال هنا يا جماعه؟ الاسئله اللي موجوده قدامكم دي اسئله عامه، سواء في المحاضره او مش في المحاضره، بس ليها مرتبطه طبعا بالاتش ار. أميرة بتقول بعد إذن حضرتك، ممكن يكون فكرة مشروع اتش ار تخرج لدبلومة؟ دبلومة إيه يا أميرة؟ افصحي واديني معلومات، ما تبقيش بخيلة.
يعني اديني كلام اكتر عشان اقدر افهمه. استاذ علاء شتاء، هل الماده العلميه بتنزل ولا حضرتك مقتصر على المحاضره؟ يعني بحق ربنا انت حضرتك معاك المحاضره ومعاك تسجيلاتها، فانت مش طبيعي ان انت مش محتاج الماده العلميه، لكن انا في الاخر هعمل ثمن للماده العلميه وهحاول انزله على جروب ان شاء الله، لكن مش هيكون نفس الماده اللي قدام حضرتك. انا وياك يا الاء، بعد اذنك يكون في مشروع ملم كل اجزاء دبلومه مسلم فيها اخر الدبلومه، ده اقتراح. ده على اعتبار يا اميره ان احنا ما قلناش الكلام ده وقت تحديدا، هل حضرت معانا اول محاضره؟ شكرا، يبقى اسمع التسجيل بتاعها يا اميره، اسمع التسجيل بتاعها ان شاء الله هتنبسطي. حضرتك المشروع دوت لو ما عملتيش المشروع دوت اساسا كانك ما حضرتيش معايا، ما تقلقيش. القصد من الموضوع المشروع ده يا جماعه، احنا اتفقنا كمان ان احنا المشروع بتاعنا مش هيكون خارج عن ورش العمل، عشان بس ما حدش يشغل باله بالكلام والمكتوب في الماتيريال ويقول لك انا عايز اذاكر من الماتيريال والكلام الفاضي دوت. احنا مش بنمتحن طلبه، انتوا ناس كبيره، كل اللي عايزين نتاكد منه ان الماده العلميه اتهضمت، والهضم عن طريق ايه؟ الحاجات اللي هي في يعني في الورك شوب اللي بيتم. طيب تقييم الاداء بيكون، هيثم بيسال، تقييم الاداء بيكون من خلال كل موظف قسمه ولا الاتش ار من خلال اليات معينه؟ الاتش ار اللي بيعمل الاساليب، لكن كل قسم بيخش لكل مدير بيعمل ايفالويشن للناس اللي تحتيه، لكن مش معنى كده ان الايفالويشن ده بيتوافق عليه، ده هو بعد ما يعمل ايفالويشن يقعد مع واحد واحد ويقيمهم، يروح يقعد بقى ايه في لجنه كبيره بيكون فيها ناس من الاتش ار وناس من رؤساء المدير دوت، ويبدا يحكي لهم واحد واحد واخد الريد ده ليه؟ فالقصه ما بتعديش بالسهل. محمد اسعد بيقول انا ممكن اوظف واحد لا تنطبق عليه كل الشهور، بس يكون ليا فيه نظره، لو تدريب بشكل مكثف ممكن ينتج كويس. بص يا محمد، فكره ان انا ليا فيه نظره ومن اول ما شفته عرفت انه بيلعب كوره وبيجيب اجوان، ما بتاكلش معانا في الاتش ار. لما بيكون في بوليسي، في واحد اتنين تلاته في وظيفه لازم تنفذها، ولو ما نفذتهاش يا استاذ محمد بيتقال عليك ان انت يعني اختار لفظ كويس، بيتقال عليك ان انت جايب واحد واسطه، وان هو لا يصلح، وان انت جاملته، وفي بعض الاماكن بيتقال عليه تواطؤ. ده كلام كبير قوي، احنا مالنا ومال الكلام ده يا عم؟ لا بقى لو فيها جوب ديسكريبشن فيها واحد اتنين تلاته اربعه اشتغل عليها على طول وكل الدنيا تبقى زي الفل. ما هو دور منسق التوظيف؟ منسق التوظيف يعني ايه؟ ده هو ايه بالانجليزي؟ كوردينيتور يعني ريكروتر كوردينيتور ولا ايه؟ ده موجوده فين دي؟ يعني مش هفتي واقول لك ان منسق التوظيف بيكون دوره ايه، لكن ممكن استنتج مثلا ان هو ممكن يكون بيجمع السي فيز من على السيرفر مثلا، لو انت بيجي لك سي فيات كتير بيجمعها، اسمها سي فيز. ايه سي فيات دي كده؟ اسمها سي فيز. بنجمع السي فيز ونحاول ان احنا نلمها وننسقها ونحط كل سي فيز هي لجوب تايتل معين عشان وظيفه معينه نحطها فوق بعض، وبعد كده بنبدا نوصلها للريكروتر مانجر يقعد معاهم، ولو طلب مني ان انا اتصل بحد هبدا انا اتصل بالناس واحدد لهم مواعيد. دي كلها دور ممكن يقوم بيها الكوردينيتور، لكن طبعا طالما انت شفتها في حته فاكيد الحته دي عامله له جوب ديسكريبشن، كاتبه له مهام ومسؤوليات. فانا طبعا ايه يعني طالما انا ما شفتهاش عندي فانا مش هقدر اقول لك القصد منها ايه، لكن يبدو من اسمها ان هو الشخص الفاسيليتيتور اللي هيسهل لي المهام، بحيث الراجل بتاع التوظيف المدير الكبير العظيم دوت ما يقعدش بقى يتصل بالناس والحركات دي. لو اقل من مسؤول الوظيفه التوظيف فده ممكن يكون يعني ايه زي الاسيستنت، اي بدور اداري او سكرتاري، قد يكون اقرب ما يكون للاتش ار اسيستنت. يعني محمد نادي هو لازم يلحقني وانا ماشي. هل في المنشآت الحكومية بيبقى فيه إدارة اتش ار يعني في وزارات مثلا وغيرها؟ يعني بيبقى اسمها شؤون عاملين. كلمة اتش ار دي بتبقى عيب في الحكومة شوية، نادرة لما بتتنطق يعني. لكن خلينا نقول ممكن البنوك، يعني البنوك الحكومية ممكن يكون فيها، شركات التأمين الحكومية ممكن يكون فيها إدارة اتش ار، لكن مش المصالح الحكومية. يعني مش هنجيب قطاع عام وتقول له فين إدارة الاتش ار، هيفتح لك بقك ويقول لك ها؟ ليه؟ محدش هيفهم. فهي لا يعني مش هتبقى بالصيغه دي او بالشكل ده. شكرا جزيلا يا جماعه، وشكرا لحضراتكم بس انا واياكم. اللهم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا
زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.